مرة كنا مسافرين على البرازيل أول مرة. أنا رايح مش عارف إذا الطيارة بتخوف أو ولا لا، بس هلا كل العرب يعرفوا إنه أنا جبان في الطيارة، عرفتي بخاف. قال لي أخوي مربيني وعاصي ومنصور كانوا مربيني أكبر مني ب 14 سنة و 12 سنة. أنا ناطر كنت بال 61 سنة، مش 61 سنة لا، كان سنة 1961 رايحين على أمريكا نعمل جولة مع فيروز والفرقة 80 شخص. اجى عاصي قال لي طلع فيي وبعدنا على الارض، قال لي ما تخاف خيي. انا ما انتبهت ليش قال لي هيك. رجع اجى منصور سلطوي اكثر قال لي ما تخافش على اللبناني، ما تخافش ما تخاف يعني. ما خفت، طلعنا على الطياره. اخوي عاصي قعد على بالطياره على الشباك، قال لي انا رح بقعد على الشباك وانت بتقعد حدي ومنصور بيقعد حدك حتى نصير انت بالنص، اذا انفجرت الطياره نحن بنرد عنك. قلت له ليش انتوا فولاذ؟ قال سكوت، هذا انت ما بتفهم فيها، قلت مربيني لهم حق يعيطوا علي. حطوا شو بقولوا لوس حزام الامان، حزام الامان، بس المذيعه هي برازيليه ما فهمتنا، قالته بالبرازيلي انا ما فهمت، وانا بعدني مش عارف كيف بدي اخاف اذا بخاف ولا لا. واختي مسكوا مسكات الطيارة من هون الإيدين وأنا حاطت إيدي عليهم، ما عرفوا إنه هو إيدي على الخوف، لقطوهم هني قوية صاروا يشدوا، وقف الدم. صد أنا أعمل وهني عم بيصلوا بقى يا الله الله خيلك يا الله الله، وهنو يشدوا وأنا مش عارف كيف بدي خلص. وصلوا ماشي الطيارة، هلأ بعد 10 دقايق رأيت مشي الحال. شوية طلع فيي خي منصور وقال لي بيدرو، قلت له خيي انا مش بدو تاني عم يطهوج، بلش يطهوج لانه على الخوف. عمل شو بقولوا انا ما بنعمل بالتليفون رومي، الله عمل له رومي بعقله على البرازيل، صار يحكي برازيل، صار يحكي برازيلي. قال لي بيدرو، قلت له ما اسمي بيدرو خيي. قال لي سكوت، انه انا صغير لازم اسكت، عارف كيف؟ سكوت في خطر، دانجر دانجر دانجيروزو. قلت له عم يحكيني برازيلي يا اخي. شوي مرأة الهوستس قال لك كم هير، اجت ياس، قال لي ليك عم تضحك مش فاضي الفكرة، العمى بعيونها رح تنفجر الطيارة. قلت له يا خي شو في؟ قال لا لسن لسن، سمعت هي راحت رجعت قالت له وقفتهم، كان في الصواني اللي تبع الأكل عم يعملوا، اجت قالت له نو دانجر، قال لا اي نو دانجر، ايه بيدرو شو؟ قلت له ما انا مش بيدرو خيي. اوكي شوي شفت عاصي اخوي عاصي، هو بده يحكي وخايف وبده يضحك مع الناس، صار ماسك الزر ويبرم فيه، هذا حركه عصبيه بدون انتباه وقطعه وصار ماسكه. وقال لي خيي ما تخاف، قلت له انا مش خايف، لا ماشي الحال. شوي مرقى الهوستس قال له ووتر، مي وحياتك، جبت له كباية مي، حط الزر واخذ مش له ونام. وبعد 4 ساعات وعي قال لي ماذا؟ قال لي والله هالزر اقوى من الفاليوم يا خيي مش معقول.